السلام عليكم. تكملة لمحاضرتنا الأولى، نأخذ مثال حتى نوضح به بعض المعادلات شلون نستخدمها. المثال هو عندنا سيارة تبدأ حركتها من السكون، هو قاعد بالسؤال، هذه المعلومة كلش مهمة. أوكي، فيقول تبدأ الحركة مالتها من السكون، هذه كاتب لي المعلومة هنا. أوكي، هذه rest يعني from rest، يقول a car starts from rest and accelerate uniformly، إذن تعجيلها هنا يصير بانتظام، انها تعجيل ثابت to a speed of accelerate uniformly. accelerate يعني تتعجل بانتظام، to a speed of يعني هذه سرعتها راح تكون السرعة الثانية، ومعدل تغير السرعة ثابت، معناه من قال accelerate uniformly يعني هنا التعجيل a تساوي constant. نتعامل ويا حالة الكونستانت اكسلريشن معادلات. إذا نقول احسب لنا الاكسلريشن and time taken to attain the speed، والوقت اللازم حتى نوصل لهذه السبيد الثانية. إذا عندي الانيشال فيلوسيتي، الانيشال فيلوسيتي صفر، الفاينل فيلوسيتي 72 كيلومتر في الساعة، نحولها تصير 20 متر بالثانية، وكذلك الإزاحة نعطيناها 500، قال المسافة distance المقطوعة هي 500. طبعا ممكن هسه احنا نحتاج التعجيل، اوكي ممكن نحتاج التعجيل، احنا بالقوانين اللي قبل شوية اخذناها، خلينا نجي نشوفها. عندنا هذا القانون، هذا القانون الاول v تساوي u زائد at، ال v معلومة، ال u معلومة قيمتها، وال a وال t مجهولة. وكذلك عندي قانون ثاني انه ال s يساوي اليو في التي زائد نصف اي تي سكوير، اليو معلومة والاس معلومة، هذه مطيني اياها واليو مطيني اياها، تبقى التي والاي، فتصير عندي كأنما هذا يسميها اثنين المعادلة، وهذه اسميها واحد، فتصير عندي معادلتين ومجهولين، مجهول التي الزمن والمجهول الاي، فممكن اوجدها. واضح؟ كنا نستخدم هذه المعلومات. هو هنا حال المثال بطريقة ثانية، نستخدم هذا القانون، هو الحقيقة اشتقاق هذا القانون، ممكن نشتقه من العلاقتين نفسها اللي قبل شوي استخدمتها. هذا ممكن ان نستخدم هذا القانون، هو يعني احنا ما انطينا لكم بالمحاضرة، بس هو اشتقاق بسيط، يعني يصير نعوض هاي المعادلتين اللي سميتها واحد واثنين. خلي نحلها هسه، هذا انه اليو الفي معلومة العفو 20، السرعة النهائية اللي وصلنا ل 20 متر بالثانية، والسرعة البدائية صفر، وال A 2 A زائد 500. أوكي، فصار بهالشكل يساوي شنو؟ هذا يساوي ال 2 A S، فصير بهالشكل 2 في ال A في 500 يصير 1000 A. من عنده أقدر أطلع التعجيل، يطلع قيمته 0.4 متر على السكن سكوير. هسا أنا شنيد من عندكم طلاب، يطلع لي هاي القيمة، تحل باستخدام، ما تستخدم هذا، يعني يصير عندك واجب نفس المسألة تحلها باستخدام هذه المعادلتين. زين، تستخدم هذه المعادلة، واحد V يساوي U زائد AT، معادلة دلالة الـ A و T، والمعادلة اثنين الـ S تساوي U في الـ T زائد نصف AT سكوير، معادلة بدلالة الـ A و الـ T. يصير عندك معادلتين مجهولين تحل إياها، طلع قيمة الـ A، تطلع لازم نفس هاي القيمة، وكذلك قيمة التي. هسه المطلب الثاني هو الزمن اللازم اللي هو تي تساوي تايم تيكن، من هذه المعادلة البسيطة الفي تساوي يو زائد اي تي، كل شيء معلوم ما عدا الزمن، الفي معلومة، اليو الاي، والزمن اللازم حتى اوصل هذا المكان، فهذا هو الزمن، تطلع قيمته هذه. هسه اذا عندكم واجب اول، هذا الواجب يمتى تسلمه؟ راح اسوي لك assignment، يعني راح اخلي بي ديدلاين انا، يعني بعد احنا محاضرتنا مثلا راح تكون بالبدايه المحاضره تسمح النظريه، بعدين هذا المثال ومثال اخر، من يخلص المثالين عندك ربع ساعه ريست، وربع ساعه راح تشوف اكو اساينمنت،
تبدأ هاي الأسايمنت تبدأ كذلك مدتها نصف ساعة، نصف ساعة بعد الاستراحة مالتك. النصف ساعة هذه لازم شو تسوي؟ تحمل الحل مالتك، هذا مال المثال، حل شيء بسيط هو، تحمله بالأسايمنت. أوكي، هذا الحل للسؤال بشكل كامل. نجي هسه ناخذ مثال ثاني. المثال الثاني اللي ناخذه هو حركة الجسم حسب هذه المعادلة. هنا التعجيل عندي يعني مو ثابت، التعجيل هو دالة للزمن، دالة ممكن بهذا الشكل أقول هي الـ A تساوي T تكعيب ناقص 3 T تربيع زائد 5، بحيث أنه الـ A هو التعجيل والـ T هو الزمن. يقول الـ Velocity مال هذا الجسم عندما الزمن يساوي 1 ثانية هي 6.25، والإزاحة مالته هي 8.3 متر عند هذا الزمن واحد. احسب لنا الإزاحة والفيلوسيتي عندما الزمن يساوي 2 سكند. المعادلة اللي نقدر نشتغل عليها قلنا في حالة انه التعجيل يكون تعجيل متغير، يعني هو دالة، يعني الـ A هو دالة function of time، الـ A راح يكون function of time. فإذا الـ dv إلى dt هاي المعادلة اللي اقدر استخدمها انه التعجيل اعرفه هو معدل الزمن التغير السرعة، المشتقة الاولى للزمن للسرعة للزمن نسبة للزمن، مشتقة السرعة الاولى نسبة للزمن. ف dv الى dt يساوي t تكعيب ناقص 3 t تربيع زائد 5. اخلي dt بالطرف الثاني، احولها هنا، تصير المعادلة بهالشكل، dv يساوي هذا القيمة في dt. وبعد ما اسوي تكامل لهذه المعادله، لو اجيب التكامل للطرفين لكل طرف، تكامل الدي في هو الفي، وتكامل التي تكعيب هو تي اس 4 الى 4، تكامل 3 تي تكعيب هو 3 تي تكعيب على 3 زائد 5 تي زائد سي 1 ثابت التكامل، لان انا هنا تكامل مالته غير محدد، ما حددت الزمن منين الى من يا زمن الى اي زمن. فبهاي الحالة راح يصير عندي سي 1 هو ثابت التكامل. شلون اوجد السي 1؟ اوجده من خلال المعلومة اللي عندي بالسؤال، قايل انه عندما الزمن يساوي 1 السرعة شقد؟ يساوي 6.25 متر على الثانية. فاعوضها، اعوض السرعة 6.25 يساوي لي الزمن 1، اعوض 1 عنه، ويبقى عندي مجهول بهاي المعادلة هو سي 1، تطلع قيمة السي 1. فاصبحت عندي معادلة السرعة هي V تساوي أس 4، هذه أس 4 بالخطأ مكتوبة هيجي على 4 ناقص T تكعيب زائد 5 T زائد 2، مكان C أكتب 2. هاي المعادلة صحيحة لكن مو كاملة، مو وافية، لأن C1 ما معلوم، مجهول. فاستفاد منين؟ من الـ Initial Conditions اللي طانية، أو العفو مو Initial Conditions، الـ Conditions at Specific Time، يعني هنا عندي Time محدد، يعني عندما يكون 1 سكند تكون قيمة الفيلوسيتي معلومة، إذا أقدر أستخدم هذا الشرط وأطلع قيمة السي 1. هسه عندنا بعد حساب الفيلوسيتي جايد، هو حسب الفيلوسيتي بالسؤال عندما يكون الزمن يساوي 2 سكند. هذا الفيلوسيتي حساب في يساوي 2.4 إلى 4 ناقص 2 تكعيب، عوض بنفس المعادلة عن الزمن يساوي 2، فتطلع عندي قيمة هذه متر على الثانية. هسه عندي الـ displacement at t equal 2 seconds، بما أنه velocity هي ds إلى dt، إذن ممكن أخذ ds إلى dt يساوي، يعني velocity نفسها أقول هي ds إلى dt، يعني أعوض عن هذه المعادلة، مكان الـ v أعوض عن ds إلى dt، نفس العملية يعني اللي سويناها، يعني عوضنا عن التعجيل dv الى dt، عوض عن الـ velocity ds الى dt. فتكون الـ ds هنا بهذه الجهة، ونجيب الـ dt للجهة الثانية، تكون عندنا هذه المعادلة، نسوي لها تكامل، تطلع عندنا هذه المعادلة اللي هي حل المعادلة الإزاحة، أو معادلة الإزاحة العفو، هذا مو الحل مالتها. حتى تكون المعادلة صحيحة وكل أجزائها موجودة، نقول عندما عندنا شرط أنه عندما الزمن يساوي 1 ثانية الاس يساوي 8.3، لذلك انه نعوض هاي القيم 8.3 1 ثانية عن الزمن، نحصل قيمة السي 2 اللي هي 4.
فصار عندي معادلة، وأقدر هسه أطلع قيمة شنو؟ قيمة الإزاحة عندما يكون الزمن 2 ثانية، أعوض عن الإس، أعوض عن الزمن العفو ب2 عند معادلة الإس، وأوجد قيمة الإس، راح تطلع عندي هذه القيمة. إذا هسه عندنا الواجب مالتنا اللي لازم نحله بعد ما ناخذ استراحة ربع ساعة بعد هذه المحاضرة الثانية، الجزء الثاني بالمحاضرة ناخذ ربع ساعة، وبعدها نحل الواجب مالتنا. وعندنا ديدلاين نص ساعة ويوقف عن استقبال الحلول. إذن هذا مكان ما استخدم هذا القانون الجاهز، يعني هذا بمكانه استخدم قانونياً، قلنا القانون هذا 1 و2 اللي بيها يعني متغيرات لازم أعوض عنها لنحصل نتيجة. طبعاً هذه شيء بسيط، هو الشابتر 1 مقدمة عامة عن أساسيات theory of machine نقدر نقول، وهو ما أخذنا كل شيء، يعني أخذنا شيء بسيط، ممكن أكون أمور أخرى يعني ناخذها. إن شاء الله راح تكون يعني الأساسيات اللي نحتاجها في وقتها، يعني كل موضوع تكون الأمور الأساسية والمعادلات والتفاصيل اللي نحتاجها تكون في وقتها، يعني تنزل ويا المحاضرة. أوكي، المحاضرة الثانية إن شاء الله الأسبوع القادم راح تكون هي مخططات السرعة للأجزاء الميكانيكية، وبعدها راح يكون مخططات التعجيل إن شاء الله. أوكي، شكرا جزيلا، وانتظركم، انتظر الواجب من عندكم، تكملون الواجب وتجزون إن شاء الله. في أمان الله.